انا مش فاهمه قصه التشانلز دي، معلش. التشانلز دي حاجه جميله كده، بس انا مش حاسه اني فاهمها. التشانلز ليه منصات لقنوات حقيقيه موجوده، هيبقى لها منصات او هيبقى لها موقع على مثلا المنصه، هو عايز يحد من الشائعات او من الاخبار المغلوطه فبيقدم الحاجات اللي هي الموثوقه. مظبوط. فاحنا هنا بنتكلم في فكره تقييد المعلومه الخاطئه، فكره تقييد الاشاعات تحديدا، بمحاوله ان انا يبقى عندي نوع من انواع المعلومه اللي بناخدها من مصدرها. بيعمل زي نبض يعني كده جوه الفيسبوك. هي تحديدا في انستجرام خلاص، وكمان في واتساب. فبالتاكيد هتكون مهمه، ومهمه جدا جدا جدا. فاعتقد ان شركه ميتا الفتره الاخيره مع جهودها المستمره في تطوير نفسها، اعتقد ان هي ممكن هتبدا فعلا تزيح تويتر تحديدا من على، يعني ان تويتر دايما كان واخد يعني شعبيه اكتر في انه واخد دايما الطبقات اللي بنسميها طبقات بالظبط. فاعتقد كمان ان تويتر الفتره الاخيره بعد تغيير كمان اسمه هيبدا ان هو بالظبط، اعتقد ان هيبقى في بعض المشاكل الداخليه، ويمكن هي بدات كمان من تولي ايلون ماسك يعني زمام الامور في صفقه كانت تقدر 44 مليار دولار، وده طبعا كان مبلغ ضخم جدا. فاعتقد ان الفتره الجايه هتشهد حاجات كتير جدا. طب وده اثر ازاي يعني على، يعني احنا في مصر مثلا مش متابعين قوي لتويتر او لموقع اكس، هل مثلا في الخليج العربي مثلا هم متابعين اكتر لتويتر، هل ده اثر على اسواقه هناك؟ هل هناك تهديد بان التطبيقات الاخرى تلقى رواج في الاسواق اللي ما كانش فيها رواج؟ يعني احنا بنتكلم على عملاقين بيتصارعوا، ايلون ماسك مع مارك زوكربيرج، كل واحد فيهم ملياردير امريكي يمتلك من القوه وراس المال ونفوذ ما يؤهله ان هو يتناطح. ده واحد عنده صواريخ وبيعمل اقمار صناعيه يا باشا، يعني صواريخ كفايه، وعنده اقمار صناعيه، يعني بالنسبه له منصه التواصل الاجتماعي دي حاجه يعني. خلينا بس نقول حاجه مهمه جدا، ان دايما مع تغيير المسميات الشبكات بيكون مقصود بيها دايما الاتحاد الاوروبي وامريكا. ليه؟ لان معظم المستثمرين والاسهم الموجوده معظمها خلينا نكون متفقين كده هي من اوروبا ومن امريكا تحديدا. طيب بورصات، البورصه بالظبط. فاحنا هنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان احنا عندنا اسهم، الاسهم دي بيكون عليها طبعا او فيها فلوس المفروض مدفوعه جامد جدا فيها. فهنا بنتكلم في ما يتعلق بان ايه الفكره اللي انت بتقدمها جديد خلتك تغير الاسم، ايه الفكره اللي انت عايز تعملها، ايه الهدف الاساسي. يعني مثلا خلينا نتفق ان ميتا لما قال مارك مثلا قال انا هغير فيسبوك خليه تبع شركه ميتا وهاخد حزب في شركه جوجل لما كانت تبع الالفا، بنتكلم هنا ان كان في سبب خلى مارك يبقى عمل مشروع مثلا ميتافيرس، وبدأ ان هو يمهد لانه عنده استثمارات قادمه في ما يتعلق بالميتافيرس. والميتافيرس طبعا كان بحر كبير جدا تناولناه كتير واتكلمنا عنه كتير. فهنا تويتر اكس، هل وده السؤال اللي لسه مطروح لحد دلوقتي واللي لم يتم اجابته تحت اي ظرف لان لسه المستقبل غريب جدا له، هل في مشاريع شركه اكس تحديدا هيكون متعلقه بما يتعلق بإيلون هيبدا مثلا يدمج ما يتعلق بالاكس كلها بتاعته كده مع بعض، هيبقى في افكار جديده؟ طبعا هو المفروض ان ولا فكره لحد دلوقتي مطروحه، ويمكن إيلون عنده يعني دايما سريه جدا فيما يتعلق بالمشاريع بتاعته، واعتقد ان ده بيبقى طبيعي جدا نظرا لنجاحاته الكبيره يعني. فالناس كلها بتسال انت ليه غيرت اسمه؟ انت ما كنتش محتاج تغير. انت حتى تويتر هو بيلاقي منافسين اقوياء جدا زي ثريدز، محتفظ برضه بقيمته وهيبته وكل ما يتعلق بالمستخدمين بتوعه، ليه؟ وبعدين كمان فكره ان الناس حواليك بتعمل ايه وانت لسه واقف برضه مكانك، دي مخيفه جدا. يعني احنا بنتكلم مثلا فيسبوك حاليا بدا ان هو هيحذو حزو شات جي بي تي وهيبدا يرفق ذكاء اصطناعي مع بوتات المحادثات بتاعته. طب انت فين يا عم يعني ايلون يا ماسك من الكلام ده كله؟ ده برضه اسئله مهمه جدا، لان احنا هنا بنشوف حاليا ان فيسبوك تحديدا كمملوك طبعا لميتا بياخد خطوات مخيفه.